برضو بعد الوفاة يعني دور النادي الأهلي ومجلس إدارته واللعيبة، الناس كلها وقفت جنبك في الوقت الصعب ده. حتى لفت نظري وأنا قاعد عندك في البيت يعني الشهادة دي، الشهادة من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي الأم الفاضلة والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب: سيظل ابننا الغالي محمد ذكرى خالدة في تاريخ النادي الأهلي، وستظلين أما لجميع زملاء اللاعبين. برضو عايزك تكلمينا عن النادي الأهلي ووقفته معاكي ودوره معاكي. النادي الأهلي وفى وكفى يعني وما بينساناش والله. هو عطى لمحمد كل حقوقه، وبعد كده برضه فضلوا يعني مستمرين في الاتصال، مستمرين في الاتصالات وكده. الكابتن الخطيب الله يبارك له بعد ما جه بيتصل بنا على طول، وكابتن سيد ده على طول معايا، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب. ايوه شفتي كابتن تكريم محمود الله يكرمه. يعني من الناس القلائل اللي هم في تاريخ النادي الاهلي برضه. على طول في تواصل مع كابتن محمود الخطيب، بيتصل بيكوا على طول. ايوه هو انسان بيك. طيب وانسان انسان يعني ربنا يبارك له. شفتي تكريم النادي الاهلي الاخير لما رحت النادي الاهلي في ملعب مختار التتش، وكان تكريم النجمه العاشره، وكنت انت يعني منوره الدنيا كلها، وتكريم الكابتن محمود الخطيب ليكي كان ازاي؟ ربنا يكرمه يا رب، ربنا يكرمه. كان والله احسن تكريم في الدنيا والله. ربنا يكرمه، هو راجل خلوق وراجل ربنا يبارك له، وعلى طول في نجاح، وعلى طول والله كنت بدعي له وفرحت قوي انه نجح في الانتخابات. بتدعي للنادي الاهلي على طول في البطولات اللي بياخدها؟ والله بدعي. لو اني ما بتفرجش على بس قلبك دايما مع الاهلي، بس دايما بسال محمود. محمود ده محمود ده اخو محمد، ممتاز في في المتابعه وفي المطوشه وفي فانا دايما بساله على طول. فالكابتن سيد ده على طول معانا، ما بيسيبناش يعني، دايما بيتصل. والله يبارك لهم الفريق النادي الاهلي، اللعيبه. ايوه اللعيبه الله يبارك لهم، ما بينسانيش. وجالي هنا الله يبارك لهم ويسعدهم، ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. قناه الاهلي دايما هتفضل فاكره محمد عبد الوهاب، ودايما سيرته الطيبه هتفضل موجوده. واحنا النهارده حلقتنا علشان الاجيال اللي جايه تعرف محمد، يعني ربنا يرحمه يا رب.